أفضل طريقة لدعوة المخالفين؟ إن يخشى يو كشلرنا إسلام أشياء قرر إشن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه بيغمبر صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني يهود ونصارى، عندهم كتب منزلة من السماء، عندهم حجج. إن برنشي سندي كلا شاك سندي نصارى هم يهود قوم نار نبي لم يقل له ناظرهم ناقشهم. هم الأيت مهددي ألار غادي ألار بلاندي قال نعم هم ألار بلاندي سبرلاش مهددي ألار بلاندي سوسكراشتر مهددي قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني علمهم التوحيد. هم نرسدي بيتدي إن برنشي لا إله إلا الله معنى سنيرة رياضوشتها